أهلا بكم من جديد في الحدث الاقتصادي في قضيتنا لهذه الليلة. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية بالسودان عن البدء في تسديد الأدوية مديونية الأدوية للعام الماضي والتي وصلت إلى 35 مليون يورو، وذكرت أن نصف المديونية تم سدادها بعد توجيه من الرئيس السوداني عمر البشير. ووصف وزير الصحة بحر إدريس أبو قردة وضع الدواء الآن بالمعقول، خاصة بعد إيفائهم بالتزامات شركات الأدوية العالمية والبدء في سداد المديونية. وأعلن الوزير في منبر صحفي عقد بمركز طيبة برس الإعلامي عن رصد 125 مليون دولار في العام الحالي للأدوية المجانية مقابل 113 مليون دولار في العام السابق. وتوقفت بعض شركات الأدوية العاملة في السودان من استيراد الأدوية منذ ديسمبر الماضي لعدم استقرار سعر الصرف، الأمر الذي سبب أزمة خانقة في عدد من الأصناف. وتوقفت بعض شركات الأدوية العاملة في السودان من استيراد الأدوية منذ ديسمبر الماضي لعدم استقرار سعر الصرف، الأمر الذي تسبب في أزمة خانقة في عدد من الأصناف. وقال وزير الصحة بحر إدريس أبو قردة أقر بأن هناك إشكاليات في الدواء، من بين هذه الإشكاليات ندرة بعض الأدوية وارتفاع أسعارها في ذات الوقت. فعلا في ارتفاع يعني في الصيدليات القطاع الخاص، ودي يمكن جزء منها طبعا في تأثير بالشكل العام للدولة، سياسة الدولار الجمركي وغيرها، مع انه دواء معفي يعني، ولكن طبعا بعد الرسوم المتعلقة بالقصة دي يعني في نهاية في زيادات، ولكن ايضا الزيادات احيانا ما معقولة نسبة لموضوع الرقابة. نحن الان نعتقد انه بعد تدشين فروع مجلس القومي للأدوية السموم، المجلس المعني بالرقابة على الدواء سواء كان الدواء في صيدليات القطاع الخاص ولا العام ولا صيدليات في المستشفيات او الدواء المهرب الدواء المغشوش وغيرها من يعني المسائل المكلفين بها المجلس القومي للأدوية السموم للرقابة. ونتوقع انه ان شاء الله اي زيادات غير موضوعية موجودة في القطاع الخاص من خلال الرقابة بحصل قدر كبير من الانضباط. وتعمل الدولة على تشجيع الصناعات الوطنية الدوائية وتوطينها بالبلاد للتخفيف من الضغط على موارد البلاد من النقد الأجنبي وتوفير حاجة البلاد من الدواء بأسعار في متناول المواطنين. بعث دكتور جمال خلف الله المدير العام للإمدادات الطبية برسائل تطمينية للمواطنين مفادها أن الوضع الدوائي في البلاد بخير، راسما صورة زاهية للحال في الإمدادات الطبية، ومؤكدا أن الوفرة الدوائية اليوم تبلغ 95%. وقال جمال إن الأدوية متوفرة في الصيدليات التابعة لإدارته بأسعار تقل بنسبة 48% عن أسعار الصيدليات التجارية، مشيرا إلى أنهم وبحسب توجيه رئيس الجمهورية سيقومون في الأيام المقبلة بفتح 70 صيدلية جديدة في كافة ولايات السودان ليسهلوا على المواطنين المرضى الحصول على أدوية الإمدادات الطبية المدعومة من الدولة بمبلغ 130 مليون دولار سنويا. وبنوفر كل أدوية البرامج المجانية اللي هي ابتداء من أدوية الحوادث والأطفال دون الخامسة، أدوية السرطان، أدوية رعاية الحوامل، وأدوية خدمات بنك الدم، وأدوية الهيمو في كل البرامج المجانية وغسل الكلى وغيره. ودي مبلغ كبير جدا مخصصة له الدولة، ومستهلكات القلب حتدخل من السنة دي مبلغ أكثر من 120 مليون دولار سنويا. قيمة الأدوية دي تدفع حكومة السودان بالإضافة لأدوية الأمراض المزمنة، وزي ما ذكر السيد الوزير يعني هي في زي 292 صنف ل 11 نوع من الأمراض بتحددها وزارة الصحة الاتحادية، تخصص لها وزارة المالية ميزانية كانت في العام السابق زي 157 مليون، وفي هذا العام خصص لها مبلغ 180 مليون، دي عشان تصل للناس بالدولار بتاع 6 جنيه القديم. يعني الفرق بين الدولار 18 جنيه و 6 جنيه بتدفع وزارة المالية، وهذه الأدوية متوفرة في كل الصيدليات الإمدادات الطبية وفي المؤسسات الصحية الحكومية. القطاع الخاص أكد أن تذبذب سعر الصرف تسبب في كوارث حقيقية للعاملين في القطاع الذي بات يتحصل على الدولار من السوق السوداء، مؤكدين على أن بعض الشركات استوردت الدواء بسعر 21 جنيها للدولار، بينما تجاوز الدولار حاجز 30 جنيها اليوم.
المشكلة بتواجه الإمدادات الطبية إنه الدعم الحكومي لازم يكون متواصل ما منقطع، يعني توفير العملة الصعبة لها أو حتى التعويض اللي بيحصل لها بالعملة المحلية يكون دائما موجود. المشكلة الثانية بتواجه الإمدادات الطبية إنه وجود سعرين، يعني الآن في أدوية الإمدادات الطبية بتكون قاعدة تتباع بسعر وهي أصلا بتستورد الشركة في القطاع الخاص بسعر ثاني، ودي حاجة خالقة خلل كبير جدا وبتكون تدي فرصة كبيرة جدا لأنه يحصل تهريب ويحصل تسرب من بعض مؤسسات القطاع العام للقطاع الخاص، وهنا حاجة المواطن ما حيلقى الشغلة. برضو لازم يكون في دباجة، يعني لازم يكون في دباجة على الدواء المدعوم ده بحيث أن المواطن ده يعرف أنه دواء المدعوم، بعدين حتى لو توجه الدباجة التهريب حيبقى صعب. ودعا ممثلون للقطاع الخاص لتوفير ميزانية الإمدادات الطبية كاملة من الدولة وفرض رقابة على الدواء المدعوم منعا لتسربه للسوق، على أنها حلول ربما تخفف أثار الوضع الحالي للدواء. ولمزيد من التوضيح رحب بضيفي من الخرطوم عبد الله سيد أحمد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس تشريع ولاية الخرطوم. مرحبا بك ومساء الخير. الخرطوم بوصفها أكثر الولايات تعدادا بالسكان، تعاني ضغطا مضاعفا فيما يتصل بالخدمات الطبية وخاصة الدواء، ترى ما هو حظ الخدمات الطبية في موازنة الولاية للعام 18 و2000؟ السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، مساء النور عليك وعلى كل العاملين بقناة سوداني 24. حقيقة يعني كل السياسات الاتحادية قدر ولاية الخرطوم أن تمتص جل تلك السياسات والآثار السالبة لتلك السياسات، لكن دعني أقول أخي الكريم أنه السياسات الأخيرة بتاعت الدولار الجمركي يعني ما بتعني الدواء في شيء، باعتبار أنه الدولار الجمركي لتقييم البضاعة البضائع الواردة من خارج السودان لأخذ الفئة الجمركية، نحن بنقول أنه الدولار من السلع المعفية من الجمارك تماما، بمعنى أنه الدولار صفرية الجمارك، وبالتالي أنا بقول أنه الوضع الطبيعي انخفاض السعر وليس ارتفاع السعر. نحن في ولاية الخرطوم وأيضا بمساهمة وبتعاون مع المستوى الاتحادي عندنا مجموعة بتاعت محاور في المسألة بتاعت العلاج والدواء بمجانية غالبية العلاجات مثل غسيل الكلى وعلاج السرطان وعلاج الأطفال دون السن الخامسة والولادة، وأفضل يعني تأمين ومظلة لحماية مواطن ولاية الخرطوم منظومة التأمين الصحي، ونحن هنا بنقول أنه من الضرورة بمكان دخول جميع المواطنين الولاية تحت مظلة التأمين الصحي، وده برنامج مطروح منذ العام 2012، ونحن نأمل أنه الكل يستظل بمظلة التأمين الصحي. أنا أتفق تماما أنه الآن الوضع في مسألة الدواء مسألة بتاعت مضاربات ومسألة بتاعت سوق أسود ومسألة بتاعت سماسرة، ما في أي مبرر لهذا الارتفاع الجنوني، وما في أي مبرر للاختفاء عن بعض الأدوية المنقذة للحياة من الصيدليات. أنا بفتكر أنه لا بد من أنه الدولة تتجه في بكلياتها بصورة واضحة جدا إضافة للمجهود الكبير المبذول في المساهمة في مجانية العلاج ومجانية الخدمة، في أولا توفير العمرة عبر بنك السودان حتى لا يتعذر أصحابنا الصيدليات الخاصة ب شراءهم من الدولار. طيب سيد عبد الله، ما هي تدابير الولاية لحماية الأدوية من الجشع وغلاء الأسعار؟ وهل هناك انسياب ووفر في الأدوية الضرورية والمنقذة للحياة؟ والقوية ومسألة لا بد من مراقبة الأدوية المغشوشة أو المنتجات. سيد عبد الله، بالإضافة إلى الأدوية الغير يعني معقول فيها عدم معقولية في الأسعار، برضو من الأهمية بركان التوسع بصورة يعني أكبر من الوضع الراهن بالنسبة للصيدليات الحكومية حتى نضمن جودة ومعقولية الدواء
ووصول الدواء الى المحتاجينها بصوره يعني منتظمه ان شاء الله. طيب يعني ما هي تدابير الولايه لحمايه الادويه من الجشع وغلاء الاسعار، وهل هناك انسياب ووفره في الادويه الضروريه والمنقذه للحياه؟ نعم بالتاكيد، وزاره الصحه ولايه الخرطوم يعني بتبذل مجهود استثنائي وخارق وكبير جدا، وبمتابعه دقيقه جدا لكل مستشفيات الولايه ولكل المنافذ الخاصه بالعلاج والدواء، وهنالك دعم كبير وواضح جدا للادويه المنقذه للحياه وللادويه المتعلقه زي ما ذكرت لك في المحاور الاربعه المجانيه من غسيل الكلى والسرطان والاطفال دون سن الخامسه والولاده، بالاضافه الى اهتمام الولايه بتوفير يعني منافذ يعني امنه لمواطن الولايه لتلقي العلاج ولتلقي الدواء. نحن بنفتكر انه يعني المجهود ده كبير جدا، ونامل في ظل الاوضاع الراهنه يعني وضع خطه استثنائيه غير تقليديه لمواجهه الشيء اللي بيحصل في السوق الان، ونتمنى من اصحاب الصيدليات الخاصه ان يتعاونوا ويتوافقوا مع الصيدليات الحكوميه، لانه المساله بتاعت الدواء يعني انا بفتكر انه يعني كما الطب مهنه اخلاقيه لابد من المتعاملين مع الدواء في الصيدليات الخاصه انه يتعاملوا بواقعيه، وفي ذات الاطار الدوله تقف بجانبهم بتوفير العملات المطلوبه عبر بنك السودان، ومع السياسه الجديده بالسفريه الجمارك تحت الدواء انا بفتكر، ومع تشجيع الدواء الصناعه المحليه انا بفتكر انه نحن نعم. ان شاء الله سيد عبد الله، يعني رئيس الجمهوريه وجه ولايه الخرطوم للتعامل مع الامدادات الطبيه وتوفير الدواء المجاني للاطفال تحت سن الخامسه. انتم في المجلس التشريعي هل تابعتم تنفيذ هذا التوجيه والى اين وصل؟ نعم، نحن في المجلس التشريعي عندما نناقش موازنه الولايه نحرص تماما في الاطمئنان على مجانيه علاج الاطفال دون السن الخامسه، ونقيف ونطمئن على مجانيه العلاج المتعلق بالولاده بكل انواعه، ومجانيه كل العلاج تحت السرطان وغسيل الكلى. وتعلم يعني جيدا انه الولايه يعني عندها تطور وعندها تقدم كبير جدا في استيعاب كل مواطني السودان، انا ما بقول مواطني الولايه، في مساله توفير منافذ لغسيل الكلى بكامل المجانيه. نحن يعني من اكثر اذا قرار الرئيس تم تنفيذه الان على ارض الواقع، هي وزاره الصحه، وبنفتكر انه سيد عبد الله يعني عمل يعني مرضي. سيد عبد الله سيد احمد رئيس لجنه الشؤون الاقتصاديه بمجلس تشريعي ولايه الخرطوم، يعني يمكن أن نقول الآن قرار رئيس الجمهورية نزل إلى أرض الواقع بهذه الكيفية التي ذكرتها؟ 100%، نحن كل قرارات رئيس الجمهورية وكل قرارات السيادية وكل القرارات الولائية يعني عندنا لجنة مختصة متابعة لإنزال تلك القرارات إلى أرض الواقع، ولجان بتنزل بشعابها وبمختلف يعني تكويناتها الى ارض الواقع والى المراجعات الدوريه. وحقيقه يعني عندنا احكام كبير جدا يعني ما بين المجلس التشريعي ووزاره الصحه ولايه الخرطوم، ولحد كبير جدا نحن يعني راضين ومطمئنين انه كل القرارات السياديه يعني تطبق بصوره يعني ممتازه وبصوره كليه. نعم. وبنطمئن اكثر يعني باستطلاع المترددين والمستفيدين من تلك القرارات. شكرا جزيلا لك ضيفي من الخرطوم عبد الله سيد احمد رئيس لجنه الشؤون الاقتصاديه بمجلس تشريعي ولايه الخرطوم. شكرا لك. ننتقل عقب الفاصل الى طائفه من اخبار الولايات الاقتصاديه.